بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ هنشرح النهارده ان شاء الله المحاضره رقم 2 في منهج الداتابيز. طبعا المحاضره بعنوان داتابيز سيستم كونسبتس اند اركتكتشر. هنتكلم في المحاضره دي على الداتا مودلز والكاتيجوريز بتاعتها والهيستوري اوف الداتا مودلز والسكيم، وايه هي الثري سكيمز الاركتكتشر الموجودين في الداتابيز، ويعني ايه داتابيز اندبندنس، وايه اللانجوج اللي بتستخدم في الداتابيز مانجمنت سيستم. وهناخد برضو الانفايرمنت الخاص بالداتابيز والكلاينت والسيرفر والسنترلايزد اركتكتشر وانواع الكلاينت والسيرفر اركتكتشر في الداتابيز. بداية هنتكلم على حاجة اسمها الداتا مودلز. يعني ايه داتا مودلز؟ داتا مودلز دي بيقول معناها ان هي مجموعه من الكونسبتس بتعملي ديسكرايبنج الاستراكشر بتاع الداتا، الاستراكشر الخاص بالداتابيز. يعني ايه؟ بيوصف الاستراكشر او شكل الداتابيز دي عامله ازاي، من حيث ايه الاوبريشنز اللي هستخدمها في الداتابيز، ايه الريليشن شيبس اللي موجوده عندي في الداتابيز، ايه انواع الداتا تايبس اللي موجوده هستخدمها، وايه الكونسترينز اللي هستخدمها او القيود اللي هحطها في الداتابيز بتاعتي دي. يعني ملخص عام للداتابيز بتاعتي بكل الحاجات اللي جواها، سواء كان شكلها، الداتا تايبس اللي فيها، ايه علاقة الحاجات دي ببعض، الريليشن شيب اللي ما بينهم ما بين بعض، ايه الكونسترينز اللي احطها على كل داتا فيلد موجودة عندي في الداتابيز. الداتا موديل اوبريشنز المقصود بيها الريتريفال والابديتس. يعني لو عايز اعمل سيلكت حاجة من الداتابيز او عايز اعمل ابديت لريكورد معين موجود عندي في الداتابيز. الانواع بتاعتي بتاع الداتا موديل في عندي 4 انواع. اول حاجه الكونسبتشوال او الهاي ليفل داتا موديل. النوع ده النوع اللي هو يعني قريب قوي لليوزر، اللي هو الناس اللي هي مش متخصصه قوي في الداتابيز. هو كل اللي يهمه ان هو يعمل مثلا كويري معينه يطلع له الاوتبوت بتاعه اللي هو عايزه، ملوش اي علاقه بالتفاصيل. فدي زي الهاي ليفل لانجوج كده، ما فيهاش تفاصيل كتيره، هي بس مجرد بتديني واجهه لليوزر ان هو يقدر يستخدم الحاجه اللي هو عايزها بدون التدخل في التفاصيل. دي الكونسبتشوال داتا موديل. في عندي الفيزيكال او اللو ليفل داتا موديل. اللو ليفل داتا موديل دي الموديل اللي بيبقى فيه التفاصيل والديسكريبشن كتيره وكل الديتيلز، سواء كان الداتا دي ستورد فين في الكمبيوتر، الداتا دي زي الميتا داتا كده او الديكشنري، فيها تفاصيل كتيرة جدا. ودي طبعا اللي بيبقى مهتم بيها مين؟ الداتابيز مانجمنت سيستم او الاناليست اللي شغال على الداتابيز. لكن اليوزر مش بتهمه قوي الفيزيكال داتا موديل. في عندي الامبلمنتيشن داتا موديل او الريبريزنتيشنال داتا موديل. دي بيقول لي ان هي كومباينيشن بين الاثنين، كومباينيشن بين الكونسبشوال والفيزيكال. فيها شويه كونسبشوال اللي هي بتخبي بعض، مثلا الستورج بتاعتي الداتا ستورج فين او كده، وفيها جزء من الفيزيكال ان هي بتديني شويه انفورميشن عن الداتا بيز بتاعتي. في موجود سيلف ديسكرايبنج داتا موديل. النوع ده مقصود بيه ان هو بيبقى فيه ديسكريبشن للداتا بتاعتي، تمام، زي اللي موجود فوق في الفيزيكال، في ديسكريبشن بس معاه الفاليوز بتاعته. يعني ايه؟ بيبقى كاتب لي الديسكريبشن بتاع الداتا بتاعتي والفاليوز بتاع الداتا دي هي واخده ايه، او اليوزر كان مدخلها ايه. في عندي حاجه اسمها السكيما. يعني ايه سكيما؟ السكيما دي معناها وصف او ديسكريبشن للداتا بيز بتاعتي. بيوصف الداتا بيز بتاعتي ازاي؟ من حيث الكونسترينز، من حيث الداتا تايب بتاعتي، من حيث كل الـ يعني كل الديسكريبشن الخاص او الاستراكشر الخاص بالداتابيز زي الموديل. صح. في عندي السكيما دايجرام. السكيما دايجرام دي رسمه الداتابيز بتاعتي، او رسمه السكيما، الشكل بتاعها، الرسمه بتاعتها عامله ازاي. زي مثلا انا عندي الداتابيز دي او التيبل في الداتابيز دي، في والله النيم والاي دي والكلاس ومثلا والسالري مثلا. فده شكل الدايجرام بتاعي بتاع الداتا او بتاع التيبل اللي موجود في الداتابيز دي. في عندي اللي اسمها سكيما كونستراكت. السكيما كونستراكت دي الكومبوننت او الاوبجكتس اللي موجوده داخل السكيما، اللي هي الدايجرام دي كانت الرسمه، لكن الكومبوننت او الكونستراكت دي الداتا بقى اللي جواها اللي انا قلت عليها من شويه، اللي هي نيم والاي دي والكلاس والميجر.
هوريكم شكلها دلوقتي، بس هقول لكم حاجة اسمها الداتابيز ستيت. يعني ايه داتابيز ستيت او الانستنس؟ الداتابيز ستيت او الانستنس معناها الداتا اللي ستورد اللي موجودة في الداتابيز في اللحظة الحالية اللي انا فيها. يعني انا دلوقتي لو اليوزر مثلا كان بيدخل داتا كتيرة جدا في الداتابيز وبعدين وقف عند لحظة معينة، بعدين خدت انا سكرين شوت من الداتا اللي موجوده دي، اكيد هي بتتغير لانه على طول في ابديت باستمرار على الداتابيز بتاعتي. فالداتابيز اللي هاخد لها سكرين شوت في اللحظه دلوقتي الحاليه، الداتا دي اسمها داتابيز ستيت او انستنس. الداتا دي بتبقى داتا فعليه، بتبقى داتا باسامي كولمز بفاليوز بكل حاجه. دي الاول شكل السكيما دايجرام بتاع الداتابيز، ده شكل الدايجرام بتاعي كشكلا دايجرام، تمام. لكن اللي جواها دي اسمها ايه؟ سكيما كونستراكت اهي، تمام. ده عندي الدايجرام بتاعي تفصيل، والكونستراكت عندي ستودنت كورس الريكويزيت السكشن الجريد ريبورت. يبقى دي عندي اسمها الداتا كونستراكت، او ممكن نقول ان الداتا كونستراكت دي اسامي التيبلز اللي موجوده عندي اللي انا مستخدمها في الداتابيز تسهيلا، دي اسامي سوري التيبلز اللي موجوده عندي في الداتابيز، والدايجرام بتاعي او السكيما دايجرام دي الكونتنت اللي جوه كل تيبل. ده الداتابيز ستيت. شايفين الشكل بتاعها؟ جايب الكورس بالكورس نيم كورس نمبر كريدت اورز ديبارتمنت، وفيها داتا اوريدي فعليه موجوده، بس الداتا دي اللي موجوده في الوقت الحالي اللي انا عملت فيه سكرين شوت دلوقتي، زي ما بنعمل سكرين شوت كده لاي حاجه. لو الحاجه دي كانت شغاله مثلا زي فيديو مثلا وانا خدت سكرين شوت، اكيد اللحظه اللي بعدها السكرين شوت دي هتختلف. فالداتا عندي فيها ابديت باستمرار في الداتابيز، فاللي هاخده في لحظه معينه ده اسمه داتابيز انستنس او داتابيز ستيت. السكيما بتاعتي بتاع بتاع الداتابيز مانجمنت سيستم عندي 3 سكيمز. اول حاجه اسمها انترنال سكيم، تاني حاجه كونسبشوال سكيم، ثالث حاجه اكسترنال سكيم. الانترنال سكيم دي اللي هي خاصه بالستورج بتاعتي بتاعه الداتابيز او الاستراكشر بتاع الداتابيز بتاعتي، فيها تفاصيل كتيره وفيها معلومات كتيره عن الداتابيز، وفيها بيتكلم عن كل حاجه في الداتابيز، المكان اللي بخزن فيه الداتابيز بتاعتي اللي بستخدمه. طبعا لو دي هوصفها مع مودلز من اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه، احنا كان عندنا الكونسبشوال الفيزيكال والامبلمنتيشن، هنختار الفيزيكال. ليه؟ هتيوز الفيزيكال ليه؟ لان الفيزيكال قلنا ان الفيزيكال بيهتم بالتفاصيل اكتر وبيقول تفاصيل كتيره، تمام. في عندي الكونسبشوال سكيما، الكونسبشوال سكيما ده المفروض ان هو بيتحط فيه الاستراكشر بتاع الداتابيز بتاعتي والكونسترينز اللي بستخدمها على الداتابيز بتاعتي. يبقى فيها الاستراكشر، فيها ديسكريبشن للاستراكشر، وفيها الكونسترينز، يعني فيها حاجتين، فيها شويه ديتيلز وفيها شويه حاجات برضو بالهاي ليفل. فدي هنستخدم لها ايه؟ يا اما الكونسبشن عشان تبع الهاي ليفل، او هنستخدم الامبلمنتيشن داتا موديل عشان بيبقى فيها تفاصيل شويه وبيبقى فيها برضو جزء من الهاي موديل او الكونسبشوال هاي ليفل سوري والكونسبشوال سكيم. في عندي الاكسترنال سكيما، الاكسترنال سكيما دي اليوزر او الاند يوزرز بتوعي اللي هم بيشتغلوا على الداتابيز بتاعتي. طبعا الاند يوزرز زي ما قلنا قبل كده مش مهتمين بتفاصيل ولا المكان متخزن فين ولا الداتا دي شكلها ايه ولا الكلام ده كله، انا بيطلع لي انترفيس بدخل فيه الداتا اللي انا عايزها بيطلع لي الاوتبوت اللي انا عايزه. دي طبعا هتستخدم مين؟ الموديل، اي نوع من الموديل، هيستخدم الكونسبشوال سكيما او الكونسبشوال موديل او الهاي ليفل موديل. ودي الرسمه بتاعتها بتاع الثري سكيم. ده الانترنال، جزء الانترنال في الداتابيز ستورد، وده جزء الكونسبشوال اللي بيبقى فيه الكونسترينز والستراكشر، وده الاكسترنال يوزر اللي بيأكسسه عندي الداتابيز. طبعا اليوزر دلوقتي بيفتح لهم الانترفيس يبداوا يكتبوا والله انا عايز داتا كذا وكذا وكذا، تبدا تدخل على مرحله اللي هي الليفل اللي في الوسط ده لو الكونسبشوال، يتاكد من الكونسترينز اللي اليوزر مدخلها. يعني مثلا انا طالبه منك الاسم يكون كابيتال ليتر، انت دخلته سمول ليتر، هيدخل على الكونسبشوال يشوف الكونسترينز، هل الكونسترينز مطابقه اللي انا طالبها منك ولا لا. مطابقه تمام، هيدخل للداتابيز يسيرش، مش مطابقه هيرجع لليوزر تاني يقول له لا في ايرور وعدل ورجع لي ايه الصح عشان ادخل اعمل سيرش عندي في الداتابيز.
في حاجة عندي اسمها داتا اندبندنس. يعني ايه داتا اندبندنس؟ مصطلح اندبندنس ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز الداتا ما تكونش معتمدة على بعض. يعني لما اعدل في اي ليفل من الثري ليفلز اللي موجودين دول، يعني لو جيت عدلت عند الاند يوزر في اليوزر فيس انترفيس بتاعي، مش بالضرورة ان انا انزل اعدل في ده او ده في الليفلز دول، لا. وبرضه لو انا هعدل مثلا في الانترنال سكيما دي في الستور، هاخد مثلا المكان بتاع الداتابيس بتاعتي واروح احطه في مكان تاني، مش بالضروري ان انا اطلع اعدل في الكونسبشوال، معتمدين على بعض. تمام، دي اسمها داتا اندبندنس، معناها ان انا بخلي الداتا بتاعتي اللي موجوده في الثري ليفلز دول غير معتمدين على بعض، بحيث لو حصل تغيير في مكان ما يتاثرش بيه المكان التاني. الداتا اندبندنس عندي نوعين، لوجيكال داتا اندبندنس وفيزيكال داتا اندبندنس. لوجيكال داتا اندبندنس اسمها لوجيكال. لوجيكال معناها ان انا لو غيرت عندي في الكونسبشوال، غيرت في الكونسترينز، غيرت في الاستراكشر، غيرت في الحاجات دي كلها، مش بالضروري ان انا اروح للاكسترنال واغير فيه الاكسترنال يوزر. يعني اللوجيكال معناها ان انا لو جيت في الكونسبشوال هنا غيرت كونسترين مثلا معين، مش هضطر ان انا اطلع اغير اليوزر انترفيس، هو اليوزر انترفيس عندي ثابت بس الكونسترينز هي اللي متغيره. فدي اسمها لوجيكال اندبندنس، يعني لو غيرت عندي في الكونسبشوال، مش بالضروري ان انا لازم اعدل في الاكسترنال سكيما اللي هو الاند يوزر اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس. في عندي النوع التاني اسمه فيزيكال داتا اندبندنس. فيزيكال يعني حاجه فيزيكال، فيزيكال دي خاصه بالايه؟ خاصه بال التنظيم او الاورجنايزيشن بتاع الداتابيز بتاعتي. فبيقول لي ان في الفيزيكال دي لو عملت اي تعديل في الانترنال مش لازم اعدل في الايه، في الكونسبشن. لو عملت تعديل عندي في الانترنال سكيما في الداتابيز الستورد دي، مش بالضروري ان انا اطلع اعدل في الكونسترينز والاستراكشر اللي موجود عندي في الكونسبشوال سكيما. معناها ايه برضو؟ معناها ان انا دلوقتي لو جيت الداتابيز بتاعتي دي قعدت تنظيمها تاني، يعني مثلا جبت الكولم ده الاخر والكولم ده في النص والكولم ده، عشان بالنسبه لي لما اجي اقراه يبقى سهل بالنسبه لي شويه، ده مش هيفرق مع الكونسبشوال في حاجه، الكونسترينز قائمه زي ما هي. لو جيت نقلت المكان بتاع الداتابيز بتاعتي حطيته في مكان تاني، مش هيأثر معايا، مش هيعمل اي معايا اي مشكله، انا هعمل لينك بينه وبين الكونسبشوال، هينادي منه اي حاجه انا عايزها. تمام، فكده اللوجيكال معناها ان انا لو عدلت في الكونسبشوال مش لازم الاكسترنال يتعدل. في الفيزيكال لو انا عدلت في الداتابيز الانترنال بتاعتي او الاستورج داتابيز الانترنال بتاعتي، مش لازم الكونسبشوال يتعدل. في عندي داتابيز مانجمنت سيستم لانجويج، في مجموعه لانجويجز عندي بستخدمها في الداتابيز مانجمنت سيستم. اول حاجه اسمها داتا ديفينيشن لانجويج. الداتا ديفينيشن لانجويج دي اللغه اللي بيستخدمها عندي الداتابيز مانجمنت ادمنستريتور والديزاينر اللي موجود في الداتابيز بتاعتي، ودي بيستخدم فيها يعني اللي هي الكونسبشوال سكيما بتاع الداتابيز، بيشرح لي الكونسبشوال سكيما بتاع الداتابيز و بيديفاين الانترنال والاكسترنال سكيما. يعني ال DDL داتا ديفينيشن لانجويج بتستخدم في الجزئيه بتاعت الانترنال والاكسترنال سكيما. الانترنال سكيما اللي هي جزء بتاع الاستورج بتاعتي بتاع الداتابيز، والاكسترنال اللي هي الفيوز بتاع اليوزر بتاعي. تمام، ودي اللي بيستخدمها مين؟ الداتابيز داتابيز ادمنستريتور او الداتابيز ديزاينر. في عندي داتا مانيبيوليتنج لانجويج الدي ام ال. داتا مانيبيوليتنج لانجويج دي اللانجويج اللي بستخدمها علشان اعرف اكسس الداتابيز، يعني عايز اكتب سيلكت استراكت فروم داتابيز، ابديت الداتابيز، ديليت من الداتابيز. بستخدم هاي ليفل لانجويج زي السيكوال لانجويج. السيكوال لانجويج طبعا احنا اخدناها قبل كده وعارفينها، ازاي اعمل سيلكت ديليت انسيرت ابديت من الداتابيز، او ممكن استخدم لو ليفل لانجويج. في عندي تو لانجويج كمان اسمها اس دي ال وفي دي ال. اس دي ال اللي هي الستورج ديفينيشن لانجويج، من اسمها ان هي خاصه باللانجويج اللي بيستخدمها من يجي يعمل ستورج للداتا بتاعتي في الداتابيز. لكن فيو ديفينيشن لانجويج دي برضو لغه بيستخدمها علشان يديفاين الاكسترنال والانترنال سكيما. الاثنين الستورج والفيو الاثنين بيستخدموا علشان يعملوا يوز او ديفاين للانترنال واكسترنال سكيما. نيجي على اليوتيليتيز بتاعتنا في الداتابيز سيستم. اليوتيليتيز يعني الادوات المساعده عندي في الداتابيز سيستم او الداتابيز مانجمنت ادمنستريشن. لما باجي اشتغل على اي داتابيز او
اليوزر بتاعي بتاع الداتابيز، فبلاقي ان في حاجات مساعده ليا زي ايه، زي لودنج. لو انا عايز اعمل لودنج للداتا مثلا، هفتح فايل واقول له امبورت الداتا بتاعتي ودخلها لي على الداتابيز، ونوع الداتا دي ايه وموجوده فين ومكانها فين والمكان اللي متخزن فيه فين واجيبها. فدي لودنج داتا، هعمل امبورت واجيب الداتا بتاعتي من المكان اللي متخزن فيه او لود الداتابيز، واروح مدخلها عندي فين في الشغل اللي انا شغاله فيه. باكينج اب معناها ان انا هحتفظ بنسخه من الداتابيز بتاعتي عشان لو حصل اي مشكله في الجهاز ابقى عندي استعداد، لو ضاعت الداتا يبقى عندي باك اب منها اقدر اشتغل عليه. ري اورجانيزنج الداتابيز فايل ستراكشر معناها اعاده تنظيم الداتابيز بتاعتي او الفايل بتاعها بحيث ان انا ازود البرفورمانس بتاعتها. لو انا عايزه اوصل لحاجه مثلا في الداتابيز ولقيتها خدت مني وقت، هعيد تنظيم الداتابيز بتاعتي تاني بحيث ان الاكسسنج بتاعتها يبقى عالي والبرفورمانس بتاعتها تبقى عاليه. performance monitoring utilities، ال performance دي طبعا برضو زي ال storage organization هيتحكم في أداء ال performance بتاع ال database، وده بيتم عن طريقه أخذ report ال database administration، بيبدأ ياخد report من الحاجة اللي موجودة عنده في ال database دي الأداء بتاعها عامل إزاي، يعني ال performance بتاع مثلا الحاجة اللي أنا ببيعها دي ال performance بتاعها قليل، ابتدي اخد ريبورت عن الحاجه دي وابتدي اخد قرار بالنسبه للحاجه دي، هل هبدا اغيرها، هل هبدا اسيبها واعمل مثلا دعايه عليها اكتر كده. ده البرفورمانس بتاعي. ريبورت طبعا بيعمل ريبورت، ممكن يعمل ريبورت للداتابيز ادمنستريشن اللي هو بياخد فيه القرار بتاعه، وفي اذر فانكشنز بقى اللي هي السورتنج والمونيتورنج والحاجات اليوتيليتيز اللي هي المساعده ليا في الايه في الداتابيز بتاعتي في الفانكشن بتاع الداتابيز. نيجي على الرسمه دي اللي هي الداتابيز مانجمنت سيستم كومبوننت او الانفايرمنت. الرسمه دي تمام بتوضح لي الناس اللي بيشتغلوا مع الداتابيز وايه الاكسسنج اللي بيحصل على الداتابيز وبيحصل ازاي. فبيقول لي اليوزرز بتوع الداتابيز اللي بيستخدموا الداتابيز بيبقوا هم دول. اول حاجه الدي بي اي ستاف اللي هو الداتابيز ادمنستريشن ستاف، الكاجوال يوزرز اللي هم اليوزرز العاديين، والابلكيشن بروجرامر اللي بيبرمج اصلا الداتابيز دي، والبارامتريك يوزر. البارامتريك يوزر برضو هقول لكم معناها ايه لما نجيلها. الداتابيز ادمنستريشن ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن حاجتين. اول حاجه يعمل الدي دي ال ستيتمنت، الدي دي ال اللي احنا اتكلمنا عنه شويه اللي هي الداتا ديفينيشن لانجوج، هو اللي بيبروفايد الداتا ديفينيشن لانجوج عشان الداتابيز بتاعتي. وتاني حاجه بيحط صلاحيات للناس اللي هيستخدموا الداتابيز بتاعتي دي، ومش كل الناس هيستخدموا الداتابيز ومش كل الناس هتاكسس نفس الداتا فايلز بتاعتي. الداتابيز ادمنستريشن لما بيعمل الدي دي ال ستيتمنت لازم يدخلها على كومبايلر عشان تتفك، زي ما احنا واخدين في البروجرامنج اي لغه لازم يكون ليها كومبايلر عشان يتفك لو في ايرور، لو في حاجه نفذتها مش مظبوطه، لو في حاجه غلط تمام، يتاكد ان الكلام ده كله مظبوط وتمام. هيبدا يدخله فين؟ هيخزنه في الكتالوج داتا ديكشنري اللي هي فيها الديفينيشن والديسكريبشن بالتفصيل بتاع الداتابيز تمام. البريفليج بتاعتي هيوديها المكان هنتكلم عليه بعد شويه، هو ايه المكان ده اللي هيوصلني في الاخر للران تايم. الكاجوال يوزرز اللي هم اليوزرز العاديين بيطلع لهم انترفيس عادي، ويحط في الانترفيس ده الكويري بتاعه، والله انا عايز اسيلكت مش عارف كذا من الداتابيز. الكويري دي هتحصل لها كومبايل تمام، وبعد كده الكويري اوبتمايز. اوبتمايز معناها انا ايه الحاجه اللي هعملها في الكويري دي بحيث ان انا اوصل لاعلى اداء، احسن اداء وافضل اداء عندي او افضل نتيجه عندي، فدي اوبتمايزيشن تمام. برضو بيوصل لنفس النقطه بتاعتي. هنيجي الابلكيشن بروجرام. الابلكيشن بروجرام بيكتب البروجرام بتاعه، يعمل له ريكومبايل، وبعد كده يدخله على الدي ام ال كومبايلر. الدي ام ال لانجوج تمام، الداتا مانيبوليتنج لانجوج، بتدخل على الكومبايلر، وبقيه البرنامج اللي هو كاتبه بيدخل على حاجه اسمها الهوست لانجوج كومبايلر تمام. الاثنين مع بعض بيحصل لهم كومبايل ترانزاكشن، يعني الداتا مانيبوليتنج اللي هي الكويريز اللي موجوده في السيكوال، ازاي لما انا اجي اعمل كويري ما يعترضش على الكويري دي او يعترض على الكويري دي او هكذا، شكلها صح او غلط، ده اللي بيحدده مين اللي هو الابلكيشن بروجرام. البارامتريك يوزرز دول الناس اللي بتشتغل زي الداتا انتري، سوري الداتا انتري، اللي هم بيدخلوا بيانات وخلاص على الداتا سيستم بتاعتي، ما لهمش اي علاقه باي حاجه خالص، هم معاهم مجرد اوراق عايزين يدخلوها على السيستم بحيث ان هم يملوا الداتا بيس بتاعتي وخلاص.
الناس دي كلها في الاخر بتوصل لمين؟ للران تايم داتابيز بروسيسور. الجزئيه دي هي اللي خاصه انها تاكسس عندي الداتابيز بتاعتي وتطلع لي الاوتبوت بتاعي ده في مرحله الران تايم. تمام؟ في عندي ستور داتا مانجر. ستور داتا مانجر ده الجزء الخاص بايه؟ الخاص ان هو ياخد باك اب من الداتابيز، تمام، او يدخل ويطلع حاجات من الداتابيز. تمام، هيدخل كويري للداتابيز، هيخزن حاجه في الداتابيز، هيخرج حاجه من الداتابيز عشان يعدل فيها وبعدين يرجعها تاني وهكذا. تمام، دي الرسمه دي اللي هي الدي بي ام اس انفايرومنت بكل وضوح. هاجي ندخل على حاجه اسمها سنترلايزد والكلاينت والسيرفر داتابيز مانجمنت سيستم. يعني ايه سنترلايزد؟ سنترلايزد زي ما اتفقنا معناها ان انا عندي جهاز زي سوري معلش، اللي عندي الجهاز اللي هو جهاز كبير بيبقى فيه كل الداتا بتاعتي، السوفت وير والداتا بيز مانجمنت سيستم وكل الابلكيشنز والبروجرامز وكل حاجه خاصه بالجهاز موجوده في جهاز اسمه المين فريم. تمام، اسمه مين فريم. مين فريم ده يعني جهاز كبير فيه كل الحاجات بتاعتي او الداتا بتاعتي، كل حاجه، داتا بيز مانجمنت سيستم فيها الداتا، فيها الاستورج بتاعتي بتاع الداتا بيز، فيها الابلكيشن بروجرام، فيها نفسها الاوبريتنج سيستم الهاردوير الخاص بالجهاز بتاعي، فيها كل حاجه. ده الجهاز الايه اللي هو المين فريم بتاعي. وبعد كده بيبقى فيه عندي مجموعه من الكلاينتس. تمام، الكلاينتس دول بيبقى عندهم مونيتورز او مجموعه مونيتورز عندي بتتواصل مع المين فريم ده عن طريق النتورك. والمونيتورز دي او اليوزرز اللي موجودين على المونيتورز دي بيبقوا عايزين حاجه، فبيأكسسوا الحاجه عن طريق مين؟ المين فريم ده. يبقى السنترلايزد معناها ان انا عندي جهاز واحد حط عليه كل الشغل بتاعي وكل الابلكيشن والداتا وكل حاجه، بس اليوزر انترفيس بتاعي حطاه على المونيتورز او اجهزه عاديه، مفيش اي شغل بيتم عن طريق المونيتورز دول. تمام، حتى لو شغل بسيط مش هيتم عليها، هي مجرد بس ايه واجهه لما عاوز اعرض، مثلا زي ما اكون مثلا قاعده في مكان وعايز اعرض برزنتيشن لكل الناس تظهر في نفس الوقت، فبظهر الحاجه كلها هنا وبعد كده هي بتتاثر بيها المونيتورز دي كلها عن طريق النتورك، بيظهر عليها نفس الداتا اللي موجوده عندي في المونيتور الاساسي او الرئيسي بتاعي. لكن المونيتور دي خليكم فاكرين ان احنا ما بنعملش عليها اي اوبريشن ولا بنعمل عليها اي حاجه، انا مجرد بطلب الحاجه بس من المين فريم وهي بتطلع لي على الشاشه بتاعتي. عندي بقى الكلاينت والسيرفر اركتكتشر. الكلاينت والسيرفر اركتكتشر احنا قلنا الفرق بين الكلاينت والسيرفر اركتكتشر عن السنترلايزد، احنا قلنا السنترلايزد التيرمينالز اللي عندي في زي تعتبر مثلا في الكلاينت، لو هنقول ما بتعملش شغل ولا فيها اي شغل ولا اي حاجه. لكن في الكلاينت والسيرفر قلنا ان السيرفر ده بيبقى فيه حاجات، تمام، بيبقى عندي مجموعه سيرفرز كل سيرفر مسؤول عن حاجه. مثلا سيرفر خاصه بالبرينتر، لما عاوز اطبع مثلا من الجهاز بتاعي بتوصل عن طريق البرينتر دي، مش لازم اروح اطبع عند البرينتر، لا انا بعمل الكوماند عندي من على الجهاز بتاعي وهو اوتوماتيك بيروح مشغله من منين؟ من البرينتر دي، لانه متوصل بيه عن طريق السيرفر. فكل حاجه عندي خاصه احطها على سيرفر معين، هيبقى عندي مجموعه سيرفرات، والكلاينت ده لما يعوز حاجه هيروح ياكسس سيرفر معين، مش كل السيرفرات، السيرفر اللي فيه الحاجه اللي انا عايزها راح اكسس. الفرق بين الكلاينت والسيرفر السنترلايزد، احنا قلنا في السنترلايزد ان التيرمينالز ما فيهاش اي فانكشن بتعملها، لكن عندي في الكلاينت، الكلاينت ده جهاز فيه كل حاجه، في اوبريتنج سيستم، في هاردوير، في سوفت وير، في كل حاجه، جهاز قائم بنفسه زي الاجهزه اللي احنا بنشتغل عليه، ده اسمه كلاينت. ممكن اعمل عليه اي فانكشن، يعني مثلا لو عايز احسب حاجه على الاله الحاسبه، السنترلايزد مش هيحسب حاجه، هو هيبعت للمين فريم يحسب له ويطلع له النتيجه على المين فريم بتاعته. لكن في الكلاينت والسيرفر لما اجي احسب حاجه على الحاسبه مش مضطريه ان انا اروح اكسس سيرفر، لا انا ممكن الكلاينت يفتح الكالكيوليتر بتاعته اللي موجوده في الجهاز ويعمل لي السميشن بتاعتي او الحاجه اللي انا عايز اعملها ويطلع لي الاوتبوت بتاعتي، ما فيهاش اي مشكله. تمام، ده الفرق بين الكلاينت والسيرفر. الكلاينت في السيرفر اركتكتشر عندي في الداتابيز في نوعين، في عنده تو تير وثري تير. تو تير معناها ايه؟ يعني معناها عنده طبقتين، وثري تير يعني عنده 3 طبقات. نتكلم الاول على التو تير. التو تير عندي بيقول لي عندي طبقتين، يعني بكل بساطه هما حاجتين اتنين او طبقتين اتنين هيربط ما بينهم النتورك بتاعتي، اللي هي يبقى الكلاينت والسيرفر، مجموعه كلاينتس ومجموعه سيرفرز.
كل سيرفر موجود عليه حاجة معينة أنا هقدر أكسسها. مثلا هنا موجود عندي فيه برنت سيرفر، ده هيطبع، ده فايل سيرفر فيه الفايلات اللي أنا هحتاجها، ده فيه الداتابيز مانجمنت سيستم سيرفر، أيا كان الداتا سيرفر اللي أنت عايز تحط عليها الحاجات اللي أنت عايز تحطها. وفي عندي مجموعة كلاينتس هيأكسسوا النتورك. الكلاينتس دي عليها إيه؟ الكلاينتس دي هيبقى عليها الأبلكيشن بتاعي اللي أنا برمجته، وهيبقى فيها اليوزر انترفيس اللي أنا هشتغل عليه بحيث إن أنا أجيب الداتا بتاعتي. يبقى أنا لو عامل أبلكيشن، وأنا أفترض مثلا ديسكتوب أبلكيشن جافا مثلا، والديسكتوب ده حطيته عندي على جهاز الكلاينت، وعندي اليوزر انترفيس بتاعته، والمفروض إن أنا بقول له مثلا اعمل لي امبورت الحاجات مثلا، أو سيلكت حاجات كتيرة موجودة في الداتابيز. كل اللي هيعمله هياخد الكويري بتاعتي عن طريق النتورك، ويروح يأكسس الداتابيز بتاعتي سيرفر، تمام، ويشوف لي الاوتبوت بتاعتي ويطلعها لي. يبقى في التو تير عندي الكلاينت في الابليكيشن وفي اليوزر انترفيس، وعندي سيرفرز فيها كل واحده خاصه بالسيرفر الحاجه اللي موجوده فيها اللي ايه الكلاينت يقدر ياكسسها لما يحتاج. الكلاينت والسيرفر بيرتبط عن طريق النتورك ازاي؟ برضو في حاجه اسمها او دي بي سي والزي دي بي سي. الاو دي بي سي والزي دي بي سي دي اللي بتخليني اقدر اكسس، او دي اسمها اي بي اي بتخليني اقدر اكسس السيرفرز بتاعتي. زي مثلا ايه الجافا، لما اجي اعمل جافا كونكت بالجافا بالداتابيز هستخدم حاجه اسمها الزي دي بي سي، تمام. الزي دي بي سي دي اي بي اي او انترفيس هيخليني او هيتيح للكلاينتس ان هم اكسسوا السيرفر. انا مش هينفع اكسس السيرفر كده وخلاص اوصل النت بالكلاينت والسيرفر وخلاص، لا، ده في حاجات او اي بي اي لازم تستخدم علشان اقدر ان انا اكسس الداتابيز بتاعتي دي، تمام. فهي اول حاجه الاو دي بي سي، اوبن داتابيز كونكتيفيتي ستاندرد، او الزي دي بي سي زي ما بتستخدم في الجافا بروجرامنج. عايزين نتكلم على الثري تير. الثري تير كلاينت وسيرفر كل اللي عمله حاجه بسيطه جدا، بدل ما كان الكلاينت بتاعي فيه اليوزر انترفيس وفيه الابليكيشنز والسيرفر موجود، لا، هو عمل لي ايه في الثري تير؟ خلى السيرفر زي ما هو، ما لمسهوش، ملوش دعوه بالسيرفرز، السيرفرز موجوده قائمه زي ما هي. بس الفكره ان هو عمل الكلاينت، عمل له خلاه جزئين اتنين، خلى جزء الكلاينت بيبقى فيه اليوزر انترفيس، وخلى لي فيه جزء تاني في النص خاص ان هو يبقى موجود فيه الابليكيشن بتاعي والكونسترينز اللي هستخدمها في الداتابيز بتاعتي، كل الاستراكشرز اللي موجوده عندي اللي هستخدمها في الداتابيز، تمام. بالشكل ده خلى لي الكلاينت في الجي او اي انترفيس او الويب انترفيس، سواء انا كنت بعمل ديسكتوب ابلكيشن او بعمل ويب ابلكيشن، خلى اليوزر انترفيس او الشكل بس الانترفيس عندي عند الكلاينت، والابلكيشن نفسه بتاع البروجرام او الويب بيدرس خلاها موجوده في مكان في النص وسيط، تمام. وبعد كده عندي الداتابيس سيرفر، داتابيس مانجمنت سيستم سيرفر، دي زي ما هي ما حصلهاش اي تغيير، بنسميها برزنتيشن لاير، بزنس لوجيكال لاير، داتابيس سيرفيس لاير. دي 3 تير اركتكتشر. طب ايه اللي يميز لي ال 3 تير عن ال 2 تير، او ايه المميزات بتاعتها؟ هقول لك ميزة حلوة جدا وبسيطة جدا. انا دلوقتي لو جيت في التو تير وعندي مشكلة في الابليكيشن وعايز اعدل مثلا في كونسترين معين موجود في الابليكيشن، انا كنت قايل له مثلا هات لي الناس اللي السالري بتاعها في الداتابيز مثلا الكونسترين السالري يكون اكبر من 1000 مثلا، وجيت غيرت رايي قلت لا ده اكتر من 2000. لما اجي في التو تير عشان اغير الكونديشن ده هغيره فين؟ تمام، اغيره في الكلاينتس كلها، يعني هعدي على الكلاينتس كلها وابدا اغير الابلكيشن بتاعي في الكلاينتس كلها عشان اعدل الكونسترين بتاعي ده. فده طبعا هيعمل معايا ايه؟ هياخد مني وقت ومجهود وفلوس كتيره، وهضيع فلوس وهضيع مجهود كبير، فايه هتبقى مشكله كبيره. لكن لو جيت هنا في الثري تير وقلت انا عايز اغير في الكونسترينز مثلا معين، اغير فين؟ تمام، مظبوط، هنغير في مكان واحد بس اللي هو مين؟ الابلكيشن بروجرام ده. الانترفيس اللي عندي ما لهاش اي علاقه بالحاجات اللي بتحصل في الكونسترينز والابلكيشن والكلام ده كله، لا، انا عندي مكان واحد في اللي هو البيزنس لوجيكال لاير حط فيه الابلكيشن بروجرام او الويب بيدج بتاعتي،
هعدل هي مره واحده وهتسمع في كل الكلاينتس اللي هيأكسسوا عندي في الداتابيز او هيأكسسوا عندي في المكان ده. فوفرت وقت ووفرت مجهود ووفرت بيرفورمانس، وطبعا دي حاجه كويسه وفي اوبتمايزيشن فيها عادي. بكده نكون خلصنا المحاضره رقم 2، وان شاء الله نتقابل في المحاضره اللي جايه باذن الله.